أباطرة الشيعة يتساقطون الواحد تلو الآخر. إننا الأبطال لا نحن الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. هؤلاء من يلقبون نفسهم بالأباطرة بأقحاح المحاورين. أين أنتم اليوم أمام كتاب الله وقول الإمام؟ صفر على الشمال. اذكر الصديق فخرا وابن عفان، البعر سلان والفاتيح عثمان. طلبات مشروعة وأسئلة مشروعة في إلزامات عجز عنها الشيعة، وما زال الشيعة عاجزون وسيعجزون، لأنه ليس من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في برنامج دردش مباشر مستمرين إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى من أجل الدفاع عن دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل من معايا. ليش ما تيجي العراق؟ تعال زرنا. أجي أزوركم في العراق ولا أجي أشنق في العراق وأعلق وأصلب في العراق؟ والله أنا سحلك بيدي. والله. أنا ضيفك بيدي سحلك بالشارع سحل. تسحني في الشارع سحل شفته؟ دير بارك. سحل سحلك والله. باوع. شنو الفرق بين السنة والشيعة؟ أنتم تكفرون تكفير زين، وكلك كل دماء الناس عندكم مباحة إلا أنتم، هذا الفرق. يعني أنا دلوقتي عندما ذكرت في عقائد الشيعة تلك الأمور، هل تعترض على شيء فيها في اللي أنا ذكرته في حالة اليوم؟ الرسول يقول كنت قد نهيتكم عن القبور وحثتكم على الإهلاك، شنو رأيك على هذا اللي؟ الفرق إيش؟ يعني أنا أزور القبر ليه؟ أروح أبكي وتوسل بصاحب القبر؟ ما توصل بصاحب القبر، جاه عند الله. يعني أنتم ما عندكوش توسل بصاحب القبر، والذي يتوسل بصاحب القبر إيش حكمه شرعا عندك؟ لا، اللي يتوسل بالقبر هذا الشرك. اللي لا، اللي يتوسل بصاحب القبر إيش حكمه الشرعي عندك؟ شرك. يعني لو إحنا قلنا إن حد قال هذا من المراجع يكون مشركا؟ إن شاء الله إمام يقول توسل بصاحب القبر هذا مشرك يا كذابين. يعني أنا بقول لك لو أتينا بأحد المراجع وقال التوسل بالقبر هذا يكون مشركا؟ تقول لي علي مشرك الآن؟ طبعا. طيب تعال كده. ايه ماك واحد يقول هيك. طيب ماك واحد. ماك واحد. تعال للعراق تعال. لا انا اطلع لك من الكتب عندك دلوقتي. عراق ليه؟ تمام؟ من الكتب عندك دلوقتي. يلا ضيفك تعال. تعال هناك. بس تعال. بسم الله. طلع لك بس النص عشان تقول لي فلان مشرك. ده انت عندك ده السجود كمان للقبر وليس التوسل فقط، ده السجود للقبر كمان. اطلعها لك دلوقتي. لا لحظة واحدة. اللي تعالى العراق. بسم الله. التوسل التوسل التوسل. راح فين الملف؟ يلا يا عمي راح ادور للمكتبه كلها. لا ده انا بس بدور على اللي هي اللي هو يسجد للقبر، عايز اجيبها بس. ما في سجود القبر، احنا نتوجه لله سبحانه وتعالى على القبله. ثانيه واحده بس عشان انا الروايه راحت من بالي، عايز اجيبها. يلا يا عم تعالى كده. افتكرتها سبحان الله. ادي بحار الانوار للعلامه المجلسي صفحه 254.
يقول تصلي ركعتين إذا فإذا سلمت ثلاثة وسبح تسبيح الزهراء واسجد وقل 100 مرة يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني، ثم ضع خدك الأيمن وقل كذلك، ثم عود إلى السجود وقل كذلك، ثم ضع خدك الأيسر على الأرض وقل كذلك، ثم عود إلى السجود وقل 110 مرة تقضى حاجتك. تفضل يا جميل رد. بالله عليك هذا استدلالك؟ لا لا كتبك اللي بتقول كده مش استدلالي أنا، ده كتبك اللي بتقول الكلام ده. تمام يلا ها شو ها ما قال اسجد على القبر، عيد الرواية الناس خلت تسمع، قال صلي ركعتين. طيب تعالى اللي بعدها، في بحار الأمام مجلسي الجزء 99 صفحة 255 في الزيارة بالنيابة عن الأئمة عليهم السلام، هنكتب بس كده عن أبي قال رجعت مكة فأتيت قبر أبي الحسن موسى عليه السلام وهو قاعد بين القبر والمنبر، فقلت له يا ابن رسول الله إذا خرجت من مكة إلى المدينة تمام فقل طف عني أسبوعا وصل ركعتين، فربما شغلت عن ذلك، فإذا رجعت لم أدري ما أقوله، فإذا أتيت مكة فقضيت نسكك فتطوع وصل ركعتين، ثم إن هذا الطواف وأتينا ركعتين عن أبي وأمي وعن زوجتي وعن ولدي وعن حماتي إلى أن يأتي ويقول فإذا أتيت قبر النبي فقضيت ما يجب عليك فصل ركعتين، ثم قف عند رأس رسول الله قل عليك السلام عليك يا نبي الله من أبي وأمي وزوجتي السلام عليك يا نبي الله من أبي وأمي وزوجتي ولدي وحماتي ومن جميع أهل بلدي، حرمهم وعبدهم أبيضهم وأسودهم، فلا تشاء إلا أن تقول الرجل إني قد أقرأت رسول الله صلى الله عليه وآله إنك السلام إن كنت مصدقا. تمام إلى أن يقول فخرج زائرا عن أماكنه فليفعل عند فراغه من عمل الزيارة. هنا السلام على النبي في القبر دي، معلش مش دي الرواية اللي أنا مقصود، أنا آسف بعتذر ليك، أدي الرواية بتاعت قبر فاطمة اللي هو عن زيارة القبر، أنا بعتذر ليك. مش راح تلاقي أنت تعب نفسك، ما في صلاة على القبر. لا 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 في صلاة على القبر، أنا بعتذر، أنا قريت الرواية الغلط. لا لله سبحانه. ثانية واحدة أنا أطلعها. بسم الله. هلا أقول لك شغلة وأنت. لا 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 لا. لا لا أنا بس عايز أطلع الرواية بتاعت القبر. بالموضوع. تمام. ما تشوش عليك لا تخاف. لا ما فيش تشويش. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله، الرواية اختفت من قدامي. ما في ما في ما في لا تتعب حالك. صح انا مش هتعب حالي. ما في لا تتعب. طيب ثانيه واحده بس الله يصلح حالك. لا تتعب حالك ثانيه واحده. الله يصلح حال ابوك. خلينا نحكي كافي. خلينا نحكي. لا 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 والله ابدا لازم اطلع الروايه اللي هي السجود للقبر بتاع فاطمه، انا اسيبها. طيب ليش ما تسالني؟ انا مصنف حي. اسالني انا رجال ازور القبور. اسالني ليش ما تسالني؟ شنو رايك؟ ثانيه واحده بس يا جميل. خل اقول لك طيب هذه الرواية آسف من الأسرار الفاطمية للسجود لفاطمة، هذه الأسرار الفاطمية للشيخ محمد فاضل المسعودي. أنا بعتذر على التأخير أحبتي الكرام، بارك الله فيكم. وروي في كيفية التوسل بالزهراء. ممتاز مركز. أن تصلي ركعتين فإذا سلمت فكبر ثلاثة وسبح تسبيح الزهراء واسجد وقل 100 مرة يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني، ثم ضع خدك الأيمن وقل كذلك، ثم عد إلى السجود وقل كذلك، ثم خدك الأيسر على الأرض وقل كذلك، ثم عد إلى السجود وقل 100 مرة وأذكر حاجتي هذه تقضى. تمام. أما صلاة الاستغاثة بالبتول فهي نفس العمل السابق إضافة إلى أن تقول ذلك في السجود. ممتاز. هنا أستاذ الفاضل السجود طبعا. لمن؟ ها؟ لله. يقولك لفاطمة. ما تركز في الرواية لأصلح حالك. ثم السجود وقل يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني. ما تركز. لا أنت ركز اسمع. هو شو يقول؟
يقول بعد ما صلي تسبح تسبيحة الزهراء، أنا شيء أنت سنة أنا شيء أنا أعرف تسبيحة الزهراء فضل. بعد الصلاة أيوة تفضل. ولما تخلص السجود لمن يا أستاذ الفاضل؟ السجود لمن؟ الله يصلح حال أبوك، اسمع خلك أنا سامح. بعد ما سبح تسبيحة الزهراء، بعد ما سبح تسبيحة الزهراء تندار تدعي بعد الصلاة، ورا ما خلصت أنت وجهك من القبلة، خلصت من قبلة الكعبة زين، تخلص تروح تدعي. انتبه زين، أنت باحث خليك حريص. صح. طب تعالى بقى كده، انت شوف انا سبتك تتكلم وانت سبتني ابحث، مش كده؟ صح ولا مش صح؟ بحار الانوار للمجلس يلا. يقول والله ما راح تلاقي. ففي الروضة وان كان لاحد الائمة صلى الله عليه وسلم فعند رأسه، ولو صلاها بمسجد المكان جاز، ورويت رخصة صلاتهما الى القبر ولو استدبر القبلة، وصلى جاز وإن كان غير مستحسن إلا مع البعد. تمام؟ كلامي ده ولا كلام مين أستاذ الفاضل؟ أهو. عيدها. ورويت رخصة في صلاتهما إلى القبر ولو استدبر القبلة. من يقول هيك؟ أهو الكلام عندك أستاذنا الفاضل في الروضة عن بحر الأنوار، نقل هذا الكلام. إيه كلامي أنا ولا كلام؟ حرام وشرك. شنو رأيك بجوابك؟ يعني ايه من المشرك استاذنا الفاضل؟ الامام المشرك ولا الايه ولا ها امام ها حرق شرك اكثر من هالشجاع بتجاوب؟ طيب تفضل الشهيد الاول عندك. يبقى اذا المجلسي مشرك. تعال بقى نخش على الشهيد الاول نشوفه مشرك ولا لا. لا مو مشرك، هذا الكلام شرك. يلا الشهيد الاول يقول في الجزء الثاني صفحه 23 تمام، يقول ورابعها استقبال وجه المزور واستدبار القبلة حال الزيارة، ثم يضع عليها خده الأيمن عند الفراغ من الزيارة ويدعو متضرعا، ثم يضع عليه خد الأزهر ويدعو سائلا من الله تعالى بحقه وبحق صاحب القبر أن يجعله من أهل الشفاعة. يلا مشرك ده كمان ولا مش مشرك؟ لا مو مشرك، هذا ما طول ما دبر بس بالدعاء، ذاك الكلام شر. ليه يا حبيبي؟ اهو بقول لك هنا ايه، صلي على القبر هذا شر. ما هو حط بيحط خده على الايمن، الايمن وخده الايسر على القبر لماذا؟ يتعفر خده، هذا مساله مشرك يعني، هذا شيء غلط بس مشرك. ازاي اللي يدبر ازاي يعني انا ويصلي للقبر يعني هو دلوقتي استدبر القبلة وصلى للقبر، وواحد راح ساجد حاطط دماغه ومردخها في القبر وبيقول لك ويتضرع بصاحب القبر وبالله، يتضرع بصاحب القبر وبالله. انت قلت ليس هناك دعاء لصاحب القبر. طيب الشرك بهذا يا استاذ، التصرف مو صحيح بس مو حرام مو شرك. يعني معلش يعني ايه مو حرام؟ واحد بيتضرع بصاحب القبر، انت قلت ما عندناش تضرع لصاحب القبر ولا دعاء لصاحب القبر. بجاه عند الله انت مش مدرك ولا تقف ما ليس لك بعلم. يا استاذنا الفاضل يعني اللي بيقول يا علي يا علي الله اللي يعلم ابنيته، بس اللي استدبر القبلة ويصلي القبر هذا شرك، كلام شرك. مو أقول المجلس كله مشرك، هذا الرأي شرك عيان واضح. طيب اللي يستبيح دماء المسلمين شنو رأيك به؟ ايه يا حبيبي؟ اللي يقول اللي يجهر بالنية، اللي يجهر بالنية يعني يجهر بالنية أصلاً. عندك استعداد مثل تكون شجاع وجاوب؟ لا ما عنديش استعداد، بس لا تخرج عن الموضوع الأول إلا ما ترد عليا. بتقول المشرك الذي يسجد للقبر، اما الذي يدعو صاحب القبر ده ايش عندك، مشرك ولا مش مشرك؟ لا مشرك ولا حتى عندك مشرك. انا بسالك اللي يدعو صاحب القبر ويقول له اشفيني واعملني ده مش مشرك؟ لا قل له احنا نقول بجاهك قد الله، انا من اروح اطلع من البيت. وايش جاهو يعني؟ ما هو يعني ايش جاهو يعني جاهو ايه؟ اسمع خلني اجاوبك. انا عايز اسالك سؤال واحد بس، صاحب القبر هذا ينفع اضر اساسا يا عم؟ انا بس ارجع ريحك والله ريحني، أبدأ جواب رايحك. بس اسمع، أنا هسه شيعي، أنا من أطلع عن الجماعة تتشي أقلهم، أقلهم إحنا طالعين إحنا رايحين على هذا العبد لأن هذا يحب الله، إحنا نحبه لين يحب الله، بجاهه عند الله، مو رايحين عنده نطلب من الله، الله خالقه هو عبد مثلك، بس أنا روح لين إلى مقامه عند رب العالمين، أحبه لين الله يحبه، أولياء الصالحين، مو تحبوا الصحابة؟ وإحنا بنتوصل بالصحابة ولا إيه؟ لا ما تتوسطون، بس احنا نقول بجاهة عند الله. انا بسألك بس يعني معلش يعني صاحب القبر ده ينفع ويضر اساسا؟ شنو هل صاحب القبر ينفع ويضر؟
بس عيدها شنو؟ هل الذي تتوسل به من الصالحين هؤلاء ينفعوا ينفعك وبيضرك يعني؟ لا الله اللي ينفع يضر، بس يقول بجاهك عبد الله ولا تحسب ان الذين قتلوا اماتا بل هم احيانا. يبقى اذا استاذ الفاضل ايش الداعي بقى لزياره عاشوراء واللطم ودخيلك يا علي ودخيلك يا حسين وبحقك يا حسين والكلام ده كله؟ لا لا تفرع، عوف اللطم، احنا ما جانا نحكي على اللطم. لا انا بسالك، انا ما بكلمكش على اللطم، انا بكلمك ليش خليك بوحدة الموضوع. يعني ليش زياره الحسين عندك تعادل الحج لبيت الله او اكثر من الحج لبيت الله؟ اذا كان ليس هناك اصلا فيها. هذا مو موضوع. هو نفس الموضوع استاذي، توجيه العباده لغير الله. لا انت جبتها على الحج، انت جبت على التوسل، جبت لك السجود للقبر، وجبت لك السجود لفاطمه، وجبت لك مخالفه القبله، انت عايز ايه وتقول لي لا اصل ده مش شرك؟ جاوبتك مخالفه، جاوبتك قلت لك مخالفه استدبار القبله والصلاه على القبر هذا شرك واضح. هذا رأي شرك واضح. طيب. الحمد لله شجاع مو مثلك. والذي يسجد للقبر يدعو للسجود للقبر مشرك برضو؟ سجود بنية الصلاة ولا هيك يعني قاعد يعفر خده يتضرع يقول له بجاهك عند الله، هاي ما بها اشكال يعني كشرك، بس الشرك لما تصلي عليه هذا شرك. طب قول المجلسي مشرك والشهيد الأول مشرك. يلا لا رأي، هذا الرأي اشراك مو اشرك، انا طلع معايا هذا النظام. ليه بين الشهيد الاول بيقول لك تصبر عليك. حتى لو تصبر القبله يا ابني ما انت ركز يا هو. رجل اهو الشهيد الاول بيقول لك نيه كفر. الله يخليك اسمع بس، الله يصلح حالك اسمع، ويقول لك وسادسها صلاه ركعتي عند الفراغ، فان كان زائرا للنبي ففي الروضه، وكان لاحد الائمه فعند راسه، ولو صلى بمسجد المكان جاز، ورويت رخص صلاتهما الى القبر ولو استدبر القبله. هل الشهيد الاول ايضا مشرك؟ هذا الرأي غلط والشرك واضح. الشهيد الأول مشرك؟ سؤالي واضح. لا ما طلع من الملة، تكفير المعين لا يجوز، هذا رأي لعلماء يا ابني واضح. انت مين عشان تقولي لا يجوز تكفير المعين؟ طيب صاحب الوسائل، صاحب الوسائل له نفس الكلام ونفس الرأي تمام في السجود للقبر، هل هو مشرك الحر العاملي؟ انت في طلع ناس كلام من الملة، كلام في طلع من الملة يصلي ويصوم ويزكي من انت الله. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. لا هو ما يطلعهمش من الملة، هو بس بيقول لي تعالى لي العراق عشان نسحلك سحل هناك، لان انا كافر عنده طالع من الملة، لكن مراجع العظام الذين اجازوا السجود للقبر لا انا ما يطلعهمش من الملة. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل معايا. رياح الفتلي. رياح الفتلي، عندك رد على موضوعنا يا رياح؟ طبعا عندي رد. تفضل. اطيعوا الله واطيعوا الرسول تاني. وما اتاكم الرسول فخذوه، اما ذيك يا ايها النبي، ابي تكليف خاص والرسول تكليف عام. زين عيني. يعني ايه الفرق عندك ما بين النبي والرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ ايه الفرق ما بين نبوه محمد ورساله محمد؟ النبي صلى الله عليه وسلم تكليفه فوق تكليف العباد، تكليف انبياء. طب معلش والرسول معلش الله انا ما بفهمش في اللي انت بتقوله ده، عشان الكلام ده كبير عليا شويه. الان انا سالتك سؤال، الايه مخاطبه للنبي محمد ام غير النبي محمد؟ مخاطبة للنبي. وآية يطيع الرسول مخاطبة للنبي محمد ولا مخاطبة للنبي آخر؟ مخاطبة للرسول. للنبي محمد ولا للنبي آخر؟ وما أتاكم الرسول مخاطب إلك أنت يا أخي. سؤالي واضح، سؤالي واضح. عندما قال وقال جوابي أوضح فيك، لأصبر بس جوابك إيه؟ أنت هتألف دين جديد وانت قاعد معايا الآن. الآية الأولى يا أيها النبي لا تحرم، مخاطبة للنبي محمد ابن عبد الله ولا مو يا أيها الرسول؟ ليتك يا أيها الرسول، يا أيها النبي. اهدى بس كده يا أيها النبي. يا عم اهدى وفهم. أنت اللي اهدى، أنت لازم تميز بين أنه النبي. افهم لا تقول لي افهم. أنت مو بتفتهم، أنت ما تفتهم، خلي أفهمك. طب هخليك تفهمني. أنا خلي أفهمك. اسمعني ثم تكلم. إيه الآية التي قالت يا أيها. اسمعك كل لغو، هذا كلامك فارغ، لأن أنت جايت لي تسمع. طب اسمع ثم تكلم آخر مرة. يا أيها النبي مخاطبة لمحمد بن عبد الله ولا لشخص آخر؟ لمحمد بن عبد الله. يا أيها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، الرسول هنا محمد بن عبد الله ولا شخص آخر؟ محمد بن عبد الله أيضا. بس الآن
لا كبر الآن كبر كبر المطي. عندي هو النبي ده، هو الرسول ده، هو المخاطب هنا، هو المخاطب هنا، لا فرق ما بين الاسم. ايه ليش قال تمام؟ ليش قال يا ايها النبي؟ ليش قال يا ايها النبي وهنا قال يا ايها الرسول؟ قول لي ليش بقى، ليش قال قولي هنا ليش؟ يا ايها النبي انت ما تعرف؟ لا علمنا، اذا ما تعرف اعطينا المجال انه بس هتكلم. استنى مو تقول استنى استنى هتديني، انت مش فاهم. اصبر بس، هتديني دليل عن اقوال اهل البيت ان خطاب النبي بيا ايها النبي شيء، وخطاب النبي بيا ايها الرسول شيء مختلف عن اهل البيت. من راسك انت تروح تنام وتريحنا، عندك عن اهل البيت هتتكلم يعني انت ولا عن انت راسك؟ انت تسمع من القران عن راسك ولا لا تسمع من القران؟ انت مفسر للقران؟ لا يعني انت تفهم من لم يفهموا اهل البيت من القران؟ يعني انت فهمت من القران اللي هو عجز اهل البيت عندك عن فهمه في المخاطبه بين يا ايها النبي ويا ايها الرسول؟ يبقى ما شاء الله عليك، يبقى انت الامام الثاني عشر. فضل بقى قول عن نفسك، انا المهدي المنتظر، انا الامام الثاني عشر، انا ساتي بما لم ياتي به 11 امام قبلي، تمام؟ ثم تحدث، تقول كده عن نفسك، غير كده مش هسيبك تتكلم. يا اما تاتيني باقوال اهل البيت في تلك التفرقه البيزنطيه اللي انت حطيتها الان، او تقول لي ده كلام الامام الثاني عشر رياح الفتل. تفضل اسمع للاخير. انا اسمعك ناقشك، انت ستتحدث بكلام اهل البيت ولا بكلام من راسك؟ اسمع خليك اجاوبك، انا بسالك ثم اجاوبك. خاطبك ونحكي، هتتكلم بكلام اهل البيت ولا من راسك؟ انت شنو تقعد هنا تخاف؟ انت تخاف تسمع؟ اخاف من ايه؟ وانا ما عنديش استعداد اسمع هرطقه. انت تخاف تسمع؟ ما عنديش استعداد اسمع هرطقه. هتتكلم بكلام اهل البيت ولا بهرطقه؟ عليها العالم يا ب 20 مره قايل لك خلي العالم تضحك على الهرطقه مال الشيعة. طيب خل تضحك. انا ما عنديش استعداد والله على ليه على انا اقول لك ليه يا رياح؟ ما عنديش استعداد. انا برنامجي مش تهريج يا حبيبي، للناس عندها وقت ولا انا عندي وقت ولا حتى الباحثين عن الحق عندهم وقت للتهريج. انا النهارده بتكلم معاك بادله. بيجي الشيعي يقول لي عايز الدليل ويعمل سبع رجاله ويفتح صدره، بديله الدليل في عينيه، بيضيع مني دايما كل حرف. تعلمت هذا، كل كلمة بقولها لازم يكون معايا الدليل عليها. ما ينفعش أطلع أتكلم معاكم في برنامج زي ده وأنا ما عنديش أدلة، لأن من حقك أنت كشيعة تطلب الدليل، ومن حقي أنا أطلب الدليل. أنا بكلمك في قاعدة، هتقولي لا أصل هنا الرسول غير النبي والنبي غير الرسول وده تكليف. منين الكلام اللي هتجيبه ده؟ هو محمد بن عبد الله المخاطبة في الأولى، محمد بن عبد الله المخاطبة في الثانية صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. ولكن الفكر الشيعي، كل شيعي ليه دين، أنا ما اختلفتش في ذلك. والقاعدة الكبرى هنا عصمة الأنبياء فين؟ في القرآن. وهذا ما العصمة عندكم للأنبياء قاطبة، عصمتهم واحد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل معي. معك أبو حسين العراب. شيعي ولا سني يا أبو حسين؟ شيعي أي حد النخاع. يا هم مش عايزين لحد النخاع، احنا عايزين لحد سؤالنا النهاردة. عندك رد عليه؟ نعم، بالنسبة لموضوعك عرض الأحاديث عن القرآن، طبعا هذه واحدة من القواعد. احنا قلنا القاعدة الأولى على فكرة، احنا بنتكلم النهاردة العرض على القرآن يا أبو حسين، ليس العرض على القرآن فقط يا أبو حسين، احنا بنتكلم النهاردة في أول قاعدة. حلقتنا النهاردة تشمل أول قاعدة فقط. أنا قلت ثلاث قواعد هدم التشيع، قلت القاعدة الأولى العرض على القرآن، تانية العرض على السنة، التالتة ما خالف المخالف، يعني أي حديث يأتي في كتب المخالفون فلا تعملوا به. دي عندك الروايات دي الثلاث قواعد اللي انت بتعتمدوا عليها. اسمعني الآن، أول قاعدة العرض على القرآن. اسمعني هنسمعك. اسمعني يا حبيبي. افهم. يا عمي افهم ثم تكلم. هسيبك تتكلم آخر، خلي أتكلم يا عمي. هسيبك تتكلم الآن، أنا معك بس في أول قاعدة العرض على القرآن. هل عقيدك العصمة إذا عرضناها على القرآن توافق القرآن أم تخالف القرآن؟ تفضل. طبعا توافق القرآن. دين الدليل القرآني.
يعني على عصمه، على عصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، على عصمه الانبياء، عصمه الانبياء جميعا. اطيعوا الله واطيعوا الرسول، ما اتاكم الرسول فخذوه، طاعه مطلقه، لم تقيد. كمل. نعم، بالنسبة لعرض الأحاديث على القرآن، طبعا ليس فقط العرض على القرآن، أولا عندنا وثقة الراوي، يجب أن يكون الراوي ثقة. سيبك من الكلام ده، سيبك من الكلام ده، ملوش لازم. اسمع بس، اسمع اسمع، بلاش تخش معايا في الموضوع ده عشان ما تنقطش. اسمع وتعلم. أنا دلوقتي اسمع بس يا أبو حسين، يا أبو حسين فضلا وليس أمرا، ما تخرجش عن نقطة البحث. النهارده كلامي في عرض الرواية على القرآن، أنت قلت لي آية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذه القاعدة معناها عصمة مطلقة؟ يعني أنا أي واحد يقرأ، يا عم اسمعني، أي واحد يقرأ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، تمام؟ يفهم منها إن الأنبياء معصومين من الخطأ والسهو والنسيان؟ نعم نعم نعم، يعلم منها، لأنها مطلقة، لأنها مطلقة. وإذا أنت تعترض عليك أن تعطيني القيد من الآية، أعطيني القيد. طيب الله يقول ما آتاكم الرسول فخذوه، أعطيني القيد من هذه الآية. ركز معايا، أنت بتحط القاعدة ثم بعد ذلك أنا بيّن لك، أنا أصلا هنا نقد القاعدة. إذا كان كل قول للنبي صلى الله عليه وسلم مطلق كما أنت تدعي، لماذا قال القرآن يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ أخي أولا أنت جاي تعارض القرآن، ثانيا هذه الآية ليست يعني ليست تحريما شرعيا. يا عمي أنا بكلمك، شوف سؤالي، يعني إذا كان كل قول وفعل للنبي مطلق ليس شرعي. يا أستاذنا، يا أستاذنا ركز، إذا كان كل قول وفعل مطلق بقول الله وقول الرسول ليس فيه تقييد، لماذا نفس القرآن اللي انت بتستشهد به الآن، انت الإطلاق وعندك دليل على الايه؟ العصمة المطلقة من الخطأ والسهو والنسية. فإذا القاعدة هذه من الآية، مع ان اي واحد يقرأ هذه الآية لا يفهم اللي انت بتفهمه، ولكن انا هتماشى معاه. الآن قلت لي هات للتقييد، فقلت لك الآن عندما قال الله تمام يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إذا كان القول هنا من النبي والفعل من النبي مطلق بعصمة، كيف قيد القرآن فعل النبي؟ فضل. أولا رسول الله لم يأمر الأمة بالتحريم، هو حرم على نفسه، حرم على شيء على نفسه ليس تحريما شرعيا، حرم في قصة معروفة. مش بتكلم في نوع التحريم ايه؟ شو برضو الشيء بيلف ويدور. انا لا اتحدث يا عمي، انا لا اتحدث يا ابو حسين، ليس تحريما شرعيا ولا خارج من الشرع. يا ابو حسين هاي اولا. يا ابو حسين هل اسمعني يا ابو حسين، انا لم اتحدث في التحريم الشرعي ولا تحريم على نفسه، انت الان انا بتكلم في نقطه، افهم. لم يكن معصوم معصوم مطلقا، افهم ثم تكلم، افهم ثم تكلم. هذا الرسول معصوم عصمه الان مطلقة. نتحدث في العصمه المطلقه للانبياء جميعا من هذا القران، ليس عصمه النبي فقط. نعم الان، نعم الان انت جاوب. الان انا بفهمك لعلك انت تفهم. انا سالتك سؤال، سالتك سؤال، سالتك سؤال. الان انت قلت كل النبي معصوم يا عمي، اسمع اسمع اسمع، جاوبني يا اخي، اسمع. النبي معصوم عصمه مطلقه، اسمع اسمع. الآن أنت بتدعي العصمة المطلقة بآية في هذا القرآن. نعم وأنت ما أنت. يا الله. نعم يا ولي الصابرين. طب هتتكلم كثير ورح قافل في وشك. لا هتتكلم عقيدتك، هتفهم، مالكش دعوة بعقيدتي. عقيدتي دي تسألني فيها في برنامج اطرح سؤالك، لك أن تسأل ما شئت. أنا اليوم من أسأل ولا أسأل؟ لا أنت شنو قاعد بقناتك الآن؟ أنا من أسأل ولا أسأل؟ تمام. أنا الآن بسألكم سؤال في القاعدة الكبرى اللي أنتوا حطتوها بعرض الرواية على القرآن وعرض العقائد على القرآن. عقيدتك لا تهرب الآن، سيبك من بس من أسلوب الإفلاس. لا تهرب، جاوب الآن. سؤالي واضح، عندما قيد فعل النبي لا تهرب، أين كانت عصمته المدعاة عند الشيعة الاثنى عشرية؟ تفضل، أين كانت عصمته المدعاة بقولك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ أين كانت عصمته المدعاة عندما قيد فعله؟ نعم نعم أتناقش معك بعد أن أعطيني أنت عقيدتك. هل مش دعب عقيدتي، مش دعب عقيدتي، أنا الآن أناقش قاعدة عرض الحديث على القرآن وعند الشيعة الاثنى عشرية. عندك استعداد تكمل
وتثبت هذا معي تفضل. اتزنقت ومش عارف ترد قول لي يا أشرف أنا مش عارف أرد عليك. تمام؟ يعني القرآن هذا اللي بيقول لك كل قول وفعل للنبي مطلق، قيد الفعل، القرآن قيد فعل من أفعال النبي، ده كلامي ولا كلام القرآن؟ ده كلام القرآن. تمام؟ الله قال ما كان لنبي أن يكون له أسرى، ده كلام القرآن. الله قال وعصى آدم، ده كلام القرآن. تمام؟ الله قال أن موسى نسى، ده كلام القرآن. يبقى إذن أنت مطالب اليوم بإثبات تلك العصمة من تلك الآيات التي لا تحتاج إلى تفسير، آيات واضحة في هذا الكتاب أنت بنعرض عليها دينك. مش تيجي تسألني في ديني، تسألني في ديني بفتح برنامج اسمه اطرح سؤالك يوم الأربعاء يوم الخميس تسأل فيه الشيعة ما شاءت. فتحت أنا جمعة والخميس ما شاء الله سبتكم تسألوا فيما أنتم تسألوا وبجاوب عليكم. فعندك رد ابو حسين اخر مره، تفضل يا ابو حسين. ها مش ابو حسين، ابو حسين مش طيب، مع السلامه ابو حسين. انا بحترم الشيعي اللي هو بيحترم علمه ويروح ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل معايا. احمد من العراق. شيعي ولا سني استاذ احمد؟ شيعي ان شاء الله. سائل ام محاور؟ مستفهم يعني سائل فقط. تفضل سؤالك في الاصول يا استاذ. لا، ما صحت حديث رسول الله عندكم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء من بعد الراشدين المهديين؟ صحح بعض اهل العلم هذا الحديث. طيب، ما هي مصادر السنة في هذا الحديث؟ لا. الخلفاء لهم سنة؟ الخلفاء لهم سنة؟ نعم، لأن الحديث يقول سنتي وسنة الخلفاء من بعدي. السنة أستاذ الفاضل. ما معنى سنة الخلفاء؟ ممتاز أستاذ الفاضل. السنة هنا هي كل قول وفعل وتقرير وافق الكتاب ووافق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك أستاذ الفاضل سنة الخلفاء في جمع كتاب الله سبحانه وتعالى. سنة الخلفاء في نقل الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، تلك سنة فعلها الخلفاء. كذلك في حروب الردة التي فعلها الخلفاء وشارك فيها علي بن أبي طالب وعمر وأبي بكر الصديق بقيادة أبي بكر الصديق، اسمها سنة الخلفاء. كذلك الفتوحات الإسلامية دي سنة الخلفاء. فإذا الخلفاء كذلك في فتح بلاد جديدة وبناء مدن جديدة دي سنة الخلفاء. فكل هذه الأمور أستاذ الفاضل من فعلها؟ أليس هم الخلفاء الذين فعلوا ذلك؟ فتلك هي السنن التي تعلمناها منهم، كيف نحافظ على الدين، كيف نعلم الناس الدين بعد النبي، كيف نأمر بما قال الله وقال رسول الله، كل تي سنن أستاذ الفضل. فلكل منهم أسلوب في النقاش والحوار. وكذلك كان ابن عباس حبر الأمة أيضا يفتي الناس ويفقه الناس في الدين ويعلم الناس في الدين، فتلك سنة أخذت عن ابن عباس، فإنه ليس المنوط فقط بتعليم الدين هو الموكل بالرسالة، ولكن من بعد قد يكون هناك أشخاص معلمين للدين كابن عباس وغيره. فتلك سنن أستاذ الفاضل. تفضل. طيب، واحدة واحدة. الآن رسول الله أمرنا باتباع الخلفاء من بعده الراشدين المهديين. تفضل. نعم نعم، وضحت لك مفهوم السنن أولا. ده كان سؤالك الأولاني، ما هو مفهوم السنن؟ فوضحت لك مفهوم السنن. سؤالك الثاني. نعم. الآن رسول الله أمرنا أمر بكلمة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. هؤلاء الخلفاء الذين أمرنا رسول الله باتباعهم راشدين مهديين، هل حدد عددهم؟ لا أستاذ الفاضل، ولكذلك القرآن قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم القرآن قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فحضرتك عندك عدد لهؤلاء السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟ وعندما قال والذين اتبعوهم بإحسان، فإذا هناك أمر قرآن لاتباع هؤلاء المهاجرين والأنصار بإحسان. فالأمر ليس منوط بهذا الحديث فقط يا أستاذنا الفاضل، الحديث هناك آية قرآنية سبقت هذا الحديث. فهل أنت كرجل شيعي إثنى عشر
انت كده دخلت معايا في حوار وليس في سؤال. بتقول هل هم لهم عدد؟ انا سؤالي لحضرتك، هل هناك ايه في القران مثلما امر الله سبحانه وتعالى باتباع السابقون الاولون، باتباع اهل بيت النبي دون غيرهم؟ احنا خلينا نتدرج وحده وحده. جاوبني بس ثم اتطرش بعدين براحتك عشان احنا نعم نعم عندنا اتصالات كتير يعني. جاوب ثم اتطرش براحتك، اتفضل. نعم 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 لا يوجد في القرآن الآن في السنة رسول الله أمرنا باتباع الخلفاء وحدد الخلفاء 12 خليفة قيم وولي وأمع الدين حددهم باثنا 12 خليفة يا أستاذ. فكيف تقول أن رسول الله لم يحددهم؟ حضرتك بتتكلم عن حديث آخر هكذا اللي هو الخلفاء من بعد 12 ولا يزال هذا الدين عزيزا إلى 12 رجلا وقال الأمراء من بعد 12. يعني جاء هذا الحديث بأكثر من متن وأكثر من لفظ. ده أولا. حضرتك الآن تريد أن تستنبط من مفهوم تلك الرواية أن هؤلاء هم الشيعة، صح ولا مش صح؟ لا بالتدريج، خلينا نستدل استدلال يا أستاذنا، خلينا نختصر عشان وقت الجمهور. حضرتك عايز تقول مفيش إحنا شيعة 12، فلذلك هذا الحديث ينطبق علينا وتلك الرواية تنطبق عليه. نعم. ممتاز أستاذ الفاضل، اعطيني سنة علي من كتب الشيعة حتى نعرفها، تفضل. كيف؟ أين هي سنة علي حتى نتبعها من مروات الشيعة بسند صحيح موجودة على شروط الشيعة في علم الحديث وعند الشيعة، تفضل. اسمع اسمع، أولا سأثبت لك أن علي أول خليفة ثم أعطيك السنة. مش ده موضوعي أستاذ الفاضل، إثبات أن علي أول خليفة يا أستاذي. لا 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 لا، هذا موضوع عام، موضوع أنا. يبقى أنت جاي محاور بقى، مش يا أستاذ يا أستاذ. أنت إذن أنت أتيت حوارا ولم تأتي مستفهما، فمن حقي أسألك وبعد كده تجاوبني زي ما سألتك كده، أين هل هناك آية باتباع أهل البيت دون غيرهم؟ حضرتك قلت لا، فسألتك السؤال عندما تقول لي 12. أين سنة علي الصحيحة في مرويات الشيعة على شروط الشيعة في علم الحديث عند الشيعة حتى نتبعها؟ نعم فضل، دين حديث واحد عن علي صحيح السنة. اسمعني اسمعني اسمعني، أنا ما أريد أقنعك أنت، أنا أريد المتابعين يفهموا. طب المتابعين برضو بيطلبوا أسانيد صحيحة للاتباع يعني. لدي اتصالات كثيرة معك تغلق الخط مجرد أن تعرف اسمي، أنا أريد المتابعين أن يفهموا. أنا ما بغلقش الخط، طول ما أنت بترد، طول ما أنت بترد مش هغلق الخط، طول ما أنت هتتهرب أقول لك روح نام على طول. الآن سألت حضرتك سؤال، اديني حديث صحيح عن سنة علي في اتباعه خالف فيها. هذا مو موضوعنا، هذا مو موضوعنا دلوقتي، أصبح تحديد موضوعنا. الخلفاء تفضل تفضل. إيه تحديد الخلفاء موضوعي، تحديد الخلفاء تفضل تفضل. معي؟ تفضل قول ما لديك. الأمالي للصدوق، الأمالي للصدوق مجلس 23 حديث 9 يقول حدثنا أحمد ابن محمد قال حدثني ابن أبي عن محمد ابن الدبار عن أبي أحمد عن ابن زياد الأزدي عن أبان إلى أن يقول الحديث عن سيد العابدين علي ابن الحسين. أبان عندك السلام. أبان ابن عياش عندك أستاذ الفاضل؟ عندك أبان ابن عياش ولا أبان مين؟ لا فقط أبان. مين هو أبان المقصود في هذه الرواية؟ عن أبان، عن عثمان، عن ثابت ابن دينار. يا أستاذي من هو أبان عندك في الرواية؟ لأن أبان عندك أصلا من الضعفاء أساسا. أبان المعياش مذكور فقط أبان. هو عندكم بالمزاج، احنا مش نتكلم معك في سنة. اختصر اختصر. لا لا مو اشكال، على منهج، على منهج السيد الحيدري ماكو اشكال. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما رد الحديث، نتبين الحديث ونجمع القرائن. على منهج مين أستاذ الفضل؟ أنت متابع للسيد كمال الحيدري؟ السيد كمال، نعم نعم. طب نعم. السيد كمال الحيدري أنا. قال كل الآيات التي في القرآن ليس فيها دلالة على الإمامة المزعومة. حضرتك متتفق مع السيد كمال الحيدري في لا هذا لا الشيء؟ لا لا لا، جاوبني على قدر لا سؤال. لا لا لا، آية مقاطع أتفق مع سيد كمال وله بحث في الإمامة وكتابة يا عمي. أنا بسألك سؤال، هل تتفق مع سيد كمال الحيدري؟ يا رجل يا رجل، هل تتفق مع سيد كمال الحيدري الذي قال كل الآيات في القرآن ليس فيها دلالة على الإمامة عند الشيعة؟ شوف جوابه واضح، أتفق مع سيد كمال الحيدري يثبت الإمامة من القرآن، يثبت الإمامة قبل ما يتوب. لكن بعد ما هات لي مقطع حديث يا عمي، هات لي بعد ما ساب القناة اللي هي كانت بتمونه. لا
انا هات لي مقطع من بعده على الواتساب ان حسيت كمان الحين لا لا الان المقاطع اللي تقطعونها انتم وتبثوها. لا لا اديني المقطع اللي قال فيه كل الايات ده, اديني الكلام السليم بتاعه. اتفضل سمعه. انا ارسلها لك موجوده, موجودة. ترسل. ارسلها طب لخص لك لخص جميعا. لخص بس لخص. تكون اتفضل لخص تكون شجاعا وتعرفها. لا انت نعم. حضرتك الان يقول عن الحسين بن علي لا اله الا الله عن سيد الأوصياء علي بن أبي طالب قال قال رسول الله الأئمة من بعدي 12 أولهم أنت يا علي وآخرهم القائم الذي يفتح الله تعالى على يديه مشارق الأرض ومغاربها. الآن رسول الله أمرنا باتباع الخلفاء وحدد عددهم وحدد أولهم وآخرهم, ومصداق هذا المفهوم لا يتحقق إلا عند الشيعة. ممتاز أستاذ الفاضل. هل هذه الرواية أستاذ الفاضل لم يتحقق مصداق المفهوم؟ يا أستاذ يا أستاذ بتقول هذه دلالة عن النبي, طبعا أنت بتستشهد عليه من الكتب عندك, وأنا أقول أن هذه الرواية مزيفة وهذا قول الخوئي. ما رأيك في الخوئي؟ ها مرجع عادل الخوي, يعني الخوي عندما يقول لا توجد رواية. يا أستاذ الفاضل أكمل كلامي ولا يستدل به. الخوي بيقول الروايات الواردة إلينا عن طريق العامة والخاصة تمام لم تحدد الأئمة بالاسم الواحد تلو الآخر, ولكن حددتهم بالعدد. هل الخوي كان يجهل صحة تلك الرواية؟ تفضل سيد الخوي له منهجه والعالم جاوبني جاوبني على قدر سؤالي. هل الخوئي يجهل تلك الرواية؟ برضو لا اجتهد هذا اجتهاده اجتهد السيد الخوئي رجل مجتهد وعادل, يعني اجتهد فأخطأ الخوئي. يعني يا أستاذ الفاضل الخوئي اجتهد فأخطأ؟ لا لا مو بالضرورة أخطأ, حدد العدد. الله المستعان. كمال الحيدري يا عم أنا بسألك سؤال. من القرآن. الرجل بيقول الروايات الواردة إلينا عن طريق العامة والخاص, يعني هو يتكلم هنا عن طريق أهل السنة العامة أو المخالفين, الخاصة الشيعة الاثنى عشرية. لما أتكلم ما تتكلمش. لم تحدد لنا الأئمة بالاسم الواحد تلو الآخر, ولكن حددتهم بالعدد. هل الخوئي فقد الأهلية في معرفة تلك الرواية اللي حضرتك استنبطتها الآن وطلعتها, ولا الخوئي جاهل بتلك الرواية, أم كذب الخوئي عليكم؟ أبدا. فضل جاوبني جواب علمي. السيد الخوئي مجتهد ويجتهد برأيه, والسيد كمال الحيدر مجتهد, يعني اجتهد فأخطأ الخوئي. يعني أفهم من كلامك أن الخوئي يا عمي لا 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 هذا تلبيس على السيد الخوئي. تلبيس السيد الخوئي يستدل على الأئمة قرآنيا كما يستدل السيد كمال الحيدري قرآنيا ليس بالروايات. يستدل دليلك على دليلك, دليلك 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 أنه الآن يا عمي أنا دلوقتي ما فهمتش إجابة. سيبك من خدوهم بالصدى مع أشرف غريب ما بيأكلش معاه الإسلوب ده. خلينا في الخوئي الآن. بتقول الخوئي يستدل بماذا؟ الهدوء والسكينة. الخوئي يستدل بماذا؟ الهدوء والسكينة. الهدوء. بتقول الخوئي يستدل بماذا؟ الآن. شوف برضو ما بيردش. مصداق مفهوم الحديث. مصداق مفهوم الحديث. تحقق بأي طائفة تحقق؟ من حقق هذه الأطروحة التي أخبر عنها النبي غير الشيعة؟ أين حققها الشيعة؟ تعال سيبني من الخوئي وسيب. أين حققها الشيعة؟ تفضل. بالآن الأئمة الاثنى عشر. هل كان علي هل كان علي الخليفة بعد النبي؟ يا عمي أين حقق؟ هل كان علي الخليفة بعد؟ الآن أين جواب؟ الآن أين جوابي؟ أنا سألتك أي طائفة؟ يا عمي لم تحقق عند الشيعة. لم تحقق يا حبيبي. لما يكون النبي أمر بذلك ويخالفه بعد ذلك الأئمة, فإذا لم تحقق القاعدة. فهذه قاعده مضروبه اولا. اين خالفوا الامه؟ هل علي بن ابي طالب استجاب قول النبي واصبح هو الخليفه, ام بايع غيره بالخلافه؟ امير المؤمنين لم يبايع الا بعد 6 اشهر. بايع بعد 20 سنه يا استاذي. وليست الولايه بعد 20 سنه بايع. نعم مش موضوعي المده دي. بايع غيره ام لا؟ ده السؤال. الحفاظ على بيضه الاسلام. وفي البخاري حتى يكره محضر عمر قال يا عمي ده مش موضوع. شوف انت ده اسمه لف ودوران. انا بسألك في الموضوع الان. بسألك هل حقق علي مراد النبي وكان هو الخليفة ام بايع غيره؟ تفضل. اسمع
اسمع اسمع جاوب على قدر سؤالي. الوقت حتى استطيع ان فيش وقت انا ما فيش وقت بالنسبه لي الوقت. يا اخي رد على قدر سؤالي. انت تقطع اجابتي يا اخي رد على قدر سؤالي. انت تقطع اجابتي. صوتك مسموع للجميع. قطع التكبير الان. علي مبايع ام لا؟ اسمعني امير المؤمنين بايع بعد 6 أشهر بيعه اكراه، وفي البخاري بعد ان اراد ان يصطلح امير المؤمنين وابو بكر. على ماذا يصطلح اذا ماكو خلاف؟ لماذا يصطلح ويكره محضر عمر؟ يكره هو بالبخاري ومسلم يكره محضر عمر. ايش العلاقه ما بين يكره محضر عمر وعلاقه ان هو بايع؟ يعني ايش العلاقه في سؤالي؟ اي انه بايع حفاظا على، اسمعني، امير المؤمنين موصى بوصيه، رسول الله اوصى امير المؤمنين انا اقاتل على التنزيل وانت تقاتل على التاويل. وهل قاتل علي على التاويل في عهد؟ اسمعني بس اسمعني اسمعني، هل قاتل علي على التاويل في عهد؟ يا عمي انا بسالك سؤال. شوف انت رحت لمعاويه حالا، كنا لسه في اثبات ان علي خليفه، رحت لمعاويه، اهدى بس. هل قاتل علي على التاويل في خلافه ابي بكر؟ لا، قاتل معاويه. اذا علي لم يقاتل على التاويل، فاذا فقد شرعيته. هل قاتل على التاويل في عهد عمر؟ كيف هذا عالم كيسك يا عم؟ رد على قدر سؤالي. ما انت بتقول هنا حتى خالف النبي ان علي يقاتل على التاويل، اما تكذيبا للنبي ام تقصيرا من علي. سؤالي المهم، سؤالي المهم يا استاذ، يا استاذ، يا استاذ، سؤالي المهم. لا لا لا، لماذا اذا كان هو معصوم منصب من قبل النبي بتلك الروايه، ركز واسمع السؤال وسيبك من اللف والدوران، لماذا يقول دعوني والتمسوا غيري فانا لكم اميرا خير لكم مني فانا لكم وزيرا خير لكم مني اميرا؟ لماذا يقول هذا في بعد موت عثمان، في مقام الحجيج، بعد موت عثمان؟ لماذا يقول هذا في مقام الحجيج؟ ها، نعم نعم، في مقام الحجية يحتج على القوم. اديني دليل انه كان يحتج على القوم. لان من بعد دليلك دليل. نعم من دليل. بعدها انقلبوا طلحة والزبير. يا عمي انا دلوقتي دليلك، احنا انت شوف ما بيردش بدليل، بتكلم معاه بأدلة من الكتب، ما فيش رد بدليل. اصل هذا من باب الحجية. الدليل يا ابني اديني الدليل انه كان من باب انه يحتج. لا، اذا كان بايع طلحة بالخلافة وقدم طلحة للخلافة بعد وفاة عثمان، علي بن أبي طالب يطلب من طلحة بعد وفاة عثمان أن يكون هو الخليفة للمسلمين، أنت عاقل؟ لا تنجلط، اهدى أنا هادي والله، بس أنت عاقل؟ اديني الدليل أن علي أقام إما على التأويل أو أنه لم يبايع حتى لا يكون عصى أوامر النبي عندكم على مفهوم الشيعة، أو إنه لماذا يبيع طلحة بالخلافة أساسا بعد وفاة عثمان؟ اسمع اسمع يا رب نسمع دليل. اسمع الآن أنا أذكر لك روايات وكتب، طب أنا بذكر لك روايات، لم تذكر لا رواية. طب ماشي، حقك تعالوا آدي على الشاشة، اصمت يا حبيبي، اسمع يا حبيبي. آدي علي يقول أنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا، تمام؟ آدي كتاب نهج البلاغة اللي بيقول لك لم تذكر روايات في الجزء الأول صفحة 182، ده هو ذكر روايات من كتبه مش من الكتب عندي، تمام؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أهي هذه رواية على الشاشة، الجزء الأول يقول فأنا كأحدكم ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم وأنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا. ده كده علي بن أبي طالب، الرواية على الشاشة للجميع في نهج البلاغة للإمام علي، اللي بيقول لك أصل أنت ما قدمتش دليل. طيب الدليل اللي أنا قلته التاني إيه؟ إن هو قدم طلحة للخلاف، وده نطلعه لكم دلوقتي. بسم الله، كيف قدم علي طلحة للخلافة ودعاه لخلافة المسلمين وبعد وفاة عثمان؟ بسم الله، بسم الله، هذه كده النص. ولم يجتمعوا فقال لطلحة،
موجود يا ضيفنا ولا رحت فين؟ ادي اخواننا الاحباء على الشاشه. بسم الله. كتاب الجمل للشيخ المفيد. يظهر على الشاشة صفحة 64 أنه هنا: وقد رأيت ما صنع عثمان وما أتاه من خلاف الكتاب والسنة، فأبسط يدك نبيعك لتصلح من أمر الأمة. تمام. فسد فاستقال علي وقال: لقد رأيتم ما صنع بي وعرفتم، فلا حاجة لي فيهم، فاقبلوا على الأنصار وقالوا يا عش مهجير، إلى أن قدم طلحة للخلافة أو قال: مد يدك يا طلحة للخلافة. هذه الكلام أستاذنا الفاضل موجود. وجاء أيضا هذا المصدر في بحار الأنوار للمجلسي في جزء 32 صفحة 32 أنه أراد أن يمد طلحة بالخلاف. فضل رد. قفل الخط ومشي. هذا الشيء اللي يقولك أنت لم تقدم أدلة. قفل الخط ومشي. تعالوا كده أحبتي الكرام، أنا النهاردة بيقول لك أصل الجواز لشروط. الشيعة بتقول كده الجواز لشروط. لا لا لا، كلام ده غيب عنكم أنتوا. أنا كان لي اتصال بأحد اللي هو مأزون شرعي، مأزون شرعي اللي هو عند الشيعة الاثنى عشرية، والاتصال ده في سنة 2018. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان اسمه الشيخ مش فاكر، هو كان رجل. تعالوا كده نشوفه كده ونكمل مع بعض أدلتنا النقلية أحبتي الكرام. يعني احنا هنكمل بعد المقطع ده أدلتنا النقلية في إباحة المتعة. تعالوا نسمع ثم نتحدث. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف أخبارك يا شيخ؟ الله يخليك. شيخ معي مين حضرتك؟ اسم حضرتك؟ سيد صادق. سيد صادق؟ حياك. نعم. حضرتك متخصص في الدين والزواج والطلاق الشرعي؟ ان شاء الله. نعم. طيب شيخ، هل يقع الطلاق، احكام وقوع الطلاق هي يا شيخ اذا امكن؟ يعني هو لا شخص طلق زوجته عادي. يعني سؤالك حدد شو يعني. واحد قال لمراته مثلا انت طالق بالتلاتة، تقع كم طلقة؟ عندكم المذاهب الأربعة. لا، عند الشيعة. الشيعة عند الشيعة عند الشيعة. أما بال عند الشيعة لا، ما يقع أي طلاق. ما يقعش طلاق. عندنا الطلاق، اسمعني، عندنا الطلاق لابد أن يكونوا شهود عدول موجودين عند الطلاق. ويجب أن تكون المرأة في طهر لم يمسها زوجها فيه. تمام. يعني بعد ذلك يقع الطلاق. طيب شيخ، عقد نكاح المتعة كيف يتم؟ انت يعني من الأرملة أو المطلقة فقط؟ لا، بس هناك من أجاز المتعة بالبكر. لا، مو البنت إذا كانت لها ولي أمر، إذا موافقة ولي أمرها الأب أو الجد. أيوة ماشي، الاختلاف في ذلك. أبو الأب. نعم. إنه ولي الأمر إذا يعني أنت بنتك وانت وافقت، هو زواج يعتبر زواج. بس احنا الشارع العشائري والغير هذه الامور ما يحددها ولا يحبها. ولكن هذا حلال الله. هقف وقفة هنا مع الشيخ صادق، بيقول لك الشارع العشائري لا يحبذها. يلا ايه الشيعة في ايه؟ هو ينفع تقول للامام لا؟ يعني ايه الشارع العشائري لا يحبذ حلال الائمة؟ وما دعاك إليه؟ مش انتوا بتدعوا انكم اتباع اهل البيت؟ مش انتوا بتقولوا نحن من تمسكنا بالعطرة حقا؟ هو اللي بيتمسك بالعطرة وكلام العطرة ينفع يقول لك المجتمع العشائري؟ اي عرف يخالف العقيدة ليس بعرف، اي عرف يخالف الدين ليس بعرف. تمام. فالاعراف التي تخالف ما قال الله وما قال رسول الله وما قال الامام المفروض يضرب بها عرض الجدار.
لا يكون هذا عرفا، بل يكون هذه بدعة أو إنها معصية بمعنى أصح. أنا النهاردة بخاطب عقلاء الشيعة ومتشددي الشيعة الاثنين. عقلاء الشيعة ممكن يسمعوا ويركزوا في الكلام، قال لك عندنا المتعة تجوز بالبكر بإذن وليها، وهو بيعترف بهذا، ولكن المجتمع العشائري يرفض. أنا هثبت لكم أيضا أن المتعة تجوز بالبكر بدون إذن وليها، وأنا بدعوكم النهاردة أنكم تعلموا نساءكم وأزواجكم وبناتكم المتعة، تمتعوا. هو ده عيب؟ نكمل مع الشيخ. شوفوا الشيخ قال لك في الطلاق لازم تكون هناك شروط نتشدد فيها. خدوا بالكم من الكلام ده، يتشددوا جدا في الطلاق، مفيش خلاف. يعني واحد قال لمراته انت طالق، لا تقع طلق، لازم شهود، ولازم ما يكونش في حيض، وما حط الشروط قدامكم. هل اتماشى معاكم في كل شيء؟ يلا احنا موافقين، بس هتوافقوا على طلبه التاني ده؟ نسمع هيقول ايه. طيب يا شيخ، يعني ما يحبذها يبقى اذا معصية منه، صح؟ نعم نعم نعم، بس هو حلال. نعم، ما في اشكال. طب كيفية عقد المتعة شيخ؟ يعني كيف تتم عقد المتعة للسيد؟ يعني هي الزوجة تقول زوجتك او متعتك نفسي زواجا مؤقتا لمدة كذا، مثلا سنة او سنتين او شهر، على مهر كذا، مهر ما به مؤجل ومعجل، لا كذا دفعة واحدة. تمام. فيقول الزوج قبلت صح العقد. لا لا، يشترط شهود طبعا. وما لا لا، بدون شهود الزواج عندنا، بدون شهود المتعة، بدون شهود الدائمي، الدائمي او المنقطع بدون شهود. الدائم او المنقطع يكون بدون شهود، الزواج الدائم او المنقطع. نعم عندنا بدون شهود، بس الطلاق عندنا شهود. انا نشدد في الطلاق ولكن في الزواج لا، شربت مي. الله اكبر. سمعتم احبتي الكرام، احنا بنتشدد فقط في الطلاق، اما الجواز عندنا من غير شهود، سواء دائم سواء منقطع بدون شهود. زوجتك نفسي، متعتك نفسي، خلاص خلصت الليله ومش عايزين شهود يا عم الحاج، دي مراتي لمده ساعه، لمده نص ساعه، لمده اسبوع، هو حر. تمام، هو حر، واللي بيتكلم معمم شيعي، صوت وصوره، صورته باينه للجميع، تقدروا في العراق ترجعوا له. الكلام ده كلامك ولا مش كلامك يا عم الحاج؟ ما يقدرش ينكر هذا الكلام. فانا النهارده هنسمع، تعالوا نشوف بس مع بعض كده، هل فعلا يا عم اشرف المتع عندهم حلال؟ تمام، وهي ليها ثواب عظيم. تعالوا كده بس نقرا فوائد المتع، يعني تعالوا نشوف كده، نقرا من فوائد المتع يا اخواننا الاحبه. من اقوال الامام ان نجيب لكم بس الفوائد، بسم الله الرحمن الرحيم، في المتعة أحبتي الكرام. بسم الله، بس نرجع شوية كده عشان نجيب المتعة. ده على فكرة انت لو حلفت يمين، لو أقسمت يمين وعايز تكفر عن اليمين ده تمتع، ده كلام الإمام برضه هنعرضه النهاردة. سأرجع لكم بس خطوة خطوة كده عشان نجيب بداية الباب في وسائل الشيعة. تعالوا كده مع بعض على الشاشة وهنركز مع بعض في الكلام ونفهم قبل ما نتصل عشان ما حدش يقول الأدلة. أدي وسائل الشيعة للحر العاملي جزء 21 صفحة 12، باب استحباب المتعة وما ينبغي قصده بها. في الحديث الأول بإسناده عن بكير عن أبي عبد الله في صفحة 13، هنروح عن أبي عبد الله، سألته عن المتعة قال إني لأكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال الرسول لم يقضها. يبقى إذن هنا الإمام أوجب عليك فعل المتعة. الحديث اللي بعده بيقول قال الصدوق وقال الصادق إني لأكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال الرسول لم يأتي بها، فهل تمتع رسول الله؟ قال نعم، وقرأ الآية وإذ أسرى النبي إلى بعض أزواجه حديثا إلى آخر الآية. اللي بعده وبإسناده عن صالح عن أبي عن أبي جعفر إن قلت للمتمتع ثواب. شوفوا بقى، لازم تعلموا هنا، لازم هنا تتعلموا ثواب المتعة.
يعني أنا بعلمكم النهاردة ثواب غايب عنكم، ثواب المتعة. يعني إذن الإمام، هل تتبع الإمام يا شيعي ولا تخرج من الدنيا إلا وأنت متمتع؟ هتكون إجابتك النهاردة بنعم أو لا. يبقى إذن سؤالنا اليوم، هل يطيع الشيعة الإمام في التمتع؟ تمام، الإمام يكره أن يخرج الرجل من الدنيا ولم يتمتع؟ ده أول سؤال عندي. لبعض لبعض، كمل يا عم أشرف. يقول لك هنا وبإسناد عن أبي عن أبي جعفر قال: قلت للمتمتع ثواب إن كان يريد بذلك وجه الله، تمام، وخلافا على من أنكرها، تمام، إلا يكلمها كلم، إلا كتب، يعني كل واحد بيكلم المتزوجة المتعة، يقول لك هنا إيه؟ وخلافا على من أنكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة. يبقى كل كلمة مع نكاح المتعة امرأتك من المتعة بتاخد عليها حسنة، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا. شوفوا بقى ما شاء الله، يعني إذا أنت تقربت من زوجة المتعة يتغفر لك ذنب. فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره، تمام، قلت بعدد الشعر، قلت بعدد الشعر. شوفوا بقى، يا سلام يا سلام على الثواب الجميل ده. قابل واحدة في الشارع شيعية إثنى عشرية، تغمز لها بعينيك، تغمز لك بعينيها، تاخدي مهر مني كام ونتمتع سوا؟ يا عم هات $50، هات $20، هات $30، خش كده تاخد لك دش بعد ما تقضي نكاح المتعة، تطلع بعدد شعر راسك مغفرة. يا له من ثواب، حد يعني لا يبحث عن هذا الفضل؟ مش لا شهود ولا عقد ولا اي حاجة، الراجل قال لك شربة مي. باطرة الشيعة يتساقطون الواحد تلو الاخر. اننا الابطال لا نحن الرؤوس، اننا للمجد ارخصنا النفوس. هؤلاء من يلقبون نفسهم بالاباطرة باقحاح المحاورين. أين أنتم اليوم أمام كتاب الله وقول الإمام؟ صفر على الشيء. اذكر الصديق فخرا وابن عفان، ألب أرسلان والفاتيح عثمان. طلبات مشروعة وأسئلة مشروعة في إلزامات عجز عنها الشيعة، وما زال الشيعة عاجزون وسيعجزون، لأنه ليس من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في برنامج دردش مباشر مستمرين إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى، من أجل الدفاع عن دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.